فهكذا أحباء المؤمن الحقيقي اللي بيأخذ هذه المواقف حتى يعيش حياة الاستقامة وحياة الشفافية، وبيأخذ موقف ضد أي نظام أو ضد أي سياسة. طبعا مش بالعنف، نحن لا نؤمن بالعنف والسيف، لكن بالكلام وطبعا بمحبة الرب، وأنه فعلا أنه إذا أدى الأمر أنه الإنسان يموت من أجل إيمانه فليكن، لكن لا ينكر المسيح ولا ينكر بسبب الأنظمة السياسية الفاسدة أيضاً.